عبر سكايب مباشرة من ستوكهولم ينضم إلينا الكاتب الصحفي حافظ قرقوط. أهلا بك سيد حافظ. إذا ما عدنا لموضوع التعزيزات العسكرية، كيف بررت هذه الخطوة التي قام بها نظام الأسد في ظل حديث عن إعادة هيبة النظام إلى السويداء من جهة، وإيقاف حالات الخطف بحق عناصره، أو الخيار الآخر أو الحديث الآخر حول إجبار أهالي السويداء على الحاق أبنائهم بالخدمة العسكرية إن كانت الإلزامية أو حتى الاحتياطية؟ تحية لك أستاذ وسام ومشاهديك الكرام. يعني بتوقع أن الخطين متوازيين وكلاهما يريدهم من نظام بشار الأسد، بما معنى بأنه هذه المحافظة التي منذ سنوات أعلنت عدم مشاركة أبنائها بالدم السوري، بسفك الدم السوري، ما زالت هي على موقفها، وما زال بالنسبة لأبنائها السبب الذي امتنعوا من أجله الالتحاق بقوات أسد الطائفية ما زال قائما حتى اليوم، ولم ينتهي هذا السبب. ولا يزايدن أحد على شباب السويداء في الوطنية بذلك، لو كان الجيش السوري يقوم بمهمات وطنية دفاعا عن الوطن لكان شباب السويداء في المقدمة كعادتهم، لكن أن يدخلون في حرب تدمير المدن والقرى والنهب في أنحاء سوريا لا يمكن لشباب السويداء أن يكونوا بذلك. يدرك هذا النظام جيدا، كما يريد أن يحملهم جزء من الجريمة التاريخية التي تحملها في تهديم سوريا. وكلنا نذكر بأن محافظة السويداء وأبنائها هم الذين ساهموا في تقديم الاستقلال إلى سوريا في القرن الماضي، بينما جاء نظام الأسد ووزع سوريا على احتلالات متفرقة، ولذلك يأبى أبناء الشهداء أن يعيدون الاحتلالات إلى هذا الوطن. هذا من جهة. من جهة أخرى، كل ما يجري الآن على الساحة بدءا من اعتداءات داعش حتى آخرها، ما فيها التيار الكهربائي وغيره من الأزمات الاقتصادية، هي نوع من الحرب المباشرة المعلنة، بما فيها الفصائل التي نمت تحت كنفه وبرواتب منه لعناصره قبل أن تتشكل كفصائل، كانت هي عبارة عن مجموعات الدفاع الوطني وكلهم قطاع طرق ومهربين، كانوا يهربون ما بين النصرة وداعش وتحت رعاية مخابرات الأسد. هؤلاء كبروا على النظام واعتقدوا بأن الأرباح أصبحت لهم عندما ضعف النظام تماما، كما كل من يعتمد على الزوران وقطاع الطرق في أي مكان من العالم. هكذا النظام، هذا مستواه عندما اعتمد على هؤلاء من أبناء السويداء الذين هم بالأساس لا عمل لهم سوى قطع الطريق على أبناء السويداء في بداية المظاهرات. الآن أعتقد بأن كلا الحالتين، بما معنى أن قد يكون هؤلاء أبوا بأن يعطوا المال لفصائل أو لمخابرات الأسد كونهم كبروا عليه كما حصل في اللاذقية سابقا، وإما أن يكونوا قد تحركوا بأوامر من المخابرات كي يعطي مبرر لجيش النظام ليحاصر السويداء. بكل الحالتين المؤدى واحد، ونحن نحذر أبناء السويداء من غادر هذا النظام. وأيضا هنالك بعض المعلومات التي ابتدأت تأتي عن تمركز لداعش في المناطق الشرقية من المحافظة، بما معنى بعد الانسحاب من دير الزور سمحت لهم قوات النظام بالوصول إلى هنالك أيضا لزيارة الضغط على المحافظة. يعني بكل الحالات سيد نحن أمام نفس المخطط. يعني لا سمح الله قد يكون هناك هجمات أخرى بحق المدنيين ليس فقط في السويداء وإنما أيضا في مناطق أخرى بعدما يجري الحديث عن نقل عناصر داعش، هل هذا متوقع؟ متوقع بالتأكيد. نحن أمام عصابات تحكم الأرض السورية وليس أمام نظام مسؤول عن أمن المواطنين. يعني لاحظنا خطاب بشار الأسد، لا يخطب رئيس الدولة يحترم نفسه هذا الخطاب، هو عبارة عن شخص مارق في تاريخ سوريا خطب هذا الخطاب الذي يعتبر بصوت عصابة حقيقة، كيف يهدد أبناء البلد وكيف يهدد المواطنين الذين يطالبون بلقمة عيشهم. أعتقد الآن كل ما يمكن أن يحصل في المحافظة وفي أنحاء سوريا وارد. من كان يتوقع بأن النظام ممكن أن يقصف المدن والقرى بالبراميل المتفجرة البدائية الصنع لتقتل من تشاء؟ من كان يتوقع أن تتسرب تلك الصور من المعتقلات؟ ما زال هذا النظام نظام العصابة، يتوقع منه كل شيء إن كان على السويداء أو غيرها. فلتحذر الأهالي من غدر هذا النظام بكل المستويات على جميع الأحوال. ما من خلالك أعتقد بأن سرب بيان في الساعات الماضية حول أن رجال الكرامة يعطون مهلة 48 ساعة لانسحاب جيش النظام من المحافظة ومن أنحاء المحافظة. أيضا هذه أعتقد بأنها تمرير مخابراتي لكي يعطي مبرر بأن هنالك يريد أن يوصم بعض الفصائل بالإرهاب، وهذه كبيرة عليه. أعتقد أن حتى هذا البيان أعد في أجنحة المخابرات لكي يحملهم مسؤولية أي دم يرتكبه النظام في المحافظة.
شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. طبعا السيد حافظ قرقوط الكاتب الصحفي كنت معنا مباشرة عبر سكايب من ستوكهولم. شكرا لك.